تواصل مولودية بجاية طريقها مباشرة نحو الهدف، وقبل مباراة واحدة من نهاية نصف البطولة استقبلت أحد الملاحقين شبيبة سكيكدا في لقاء تشابهت فيه المعطيات إلى حد بعيد. واختار عشاق الموب والإدارة دخول الملعب بمعية الصغير آدم مدورن لإيصال نداء الإعانة. وما إن أعلنت صفرة الحكم عبيد شرف بداية المرحلة الأولى، حتى شن أصحاب الأرض والجمهور سلسلة هجمات ببناء تكتيكي قصد زيارة شباك ماتياس عن طريق نوبلي بالقسمي ورحال والمفيد. حملته الدقيقة 8 وبطريقة مفاجئة على بعد ما يزيد عن 30 مترا نوبلي يسدد كرته مباشرة إلى الشباك، هدف أول وأخير في نفس الوقت، لأن أشبال بسكري حاولوا بعدها تكرارا ومرارا بفرص وكرات ثابتة كلها لم تأتي بالجديد، في حين المرحلة ميزها اللعب في الخلف لأشبال جوميز، عكس المرحلة الثانية التي عادت فيها شبيبة سكيكدا قصد محاولة التعديل على الأقل، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت وغيبت معها المراد. من جهتها مولودية بيجايا بحثت عن تعميق الفارق والفوز بأريحية، لكن النتيجة بقيت كما كانت عليها. آخر محاولة في اللقاء لصالح الضيوف عند الدقيقة 87 عن طريق البديل خرزي، إلا أن الحارس بن شريف أصر على نظافة شباكه. هدف لصفر لصالح المولودية وثلاث نقاط ثمينة تزيد من شهيتها للظفر باللقب الشتوي، ويبقى الهدف الأكبر هو العودة لحظيرة الكبار.